امير، يعني ازاي تستغل ان النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا في العالم، ان النادي الاهلي ترتيبه على العالم ترتيب متقدم بشكل كبير جدا، ازاي تستغل النقطه دي؟ بص، الفكره كلها مش ان انت يعني ترتيبه دي حاجه اوكي، حاجه فنيه، فاهمني؟ انت النهارده الاهلي انت عندك بتجمع داتا بيز، عندك الجمهور بتاعك قد ايه، فاهمني؟ فلازم النهارده انت تستغل الجمهور بتاعك في الرعايه. النهارده عندك النهارده مثلا احنا الرعايه مثلا بتجيب لنا رقم معين من شكل برزنتيشن، فاهمني؟ ازاي انت النهارده بتشتغل وازاي بتسبورت مع شكل برزنتيشن وسبورت مع الرعاه بتوعك ان هم يلاقوا فرصه ان هم يشتغلوا معاك الفتره الجايه كلها مع النادي، تمام؟ ودي حاجه مع الوقت لما تشوف انت النهارده زي مثلا اقول حاجه النهارده كيت ريفيل مثلا بتاعنا، فاهمني؟ النهارده امبرو لما جت في الاول، انت عارف معظم شركات الملابس اللي في مصر خرجوا من السوق الرياضي، أيوة. كمان في الرعايه، ده حقيقي. النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده عقد رعايه في الملابس هو النادي الاهلي، تمام الانديه الثانيه كلها بتشتري فلوس، مش رعايه يعني، تمام. فالنهارده انت امره الناس كانوا دخلوا معانا، احنا كان عندنا هدف رئيسي ان الناس دي لازم يكونوا موجودين يحسوا بالمكسب، فاهمني؟ يعني النهارده احنا بنسبورت معاهم النهارده في لبس المضروب مثلا، فاهمني؟ بنعمل حملات وبنعمل بلاغات على المصانع اللي بتصنع لبس المضروب للامبرو في مصر، فاهمني؟ بنعمل كيت ريفيل بشكل مختلف، بنعمل الوان ممكن تكون بالنسبه لنا الوان جديده، الوان مش متوقعه، عشان هم ليهم مقتصر تسويقيه معينه ان هو في المبيعات بتاعته، فاهمني؟ فالنهارده نبتدي نعمل حاجه زي كده ان شاء الله كمان 3 سنين لما نيجي نقول احنا هنجدد الرعايه بتاعت النادي الاهلي بتاعت الملابس، هيكون رقم مختلف عن كده، وتكون في كذا شركه موجوده معانا تخش في الحته دي معانا، فاهم قصدي ايه؟ طبعا. امير، اخر سؤال، كان في حلم ايضا لكابتن محمود الخطيب ان هو يقيم متحف للنادي الاهلي، ازاي ده يتم في الفتره اللي جايه؟ بص، كل حاجه برضه زي ما قلت لك في وقتها، احنا عندنا ناس كل حد ماسك ملفات معانا، كل حد ماسكها، تمام؟ المتحف مع دكتور محمد فراج برضه هو المسؤول عن الكلام ده، فانا طبعا افضل هو يتكلم في الحته بتاعته، تمام؟ بس ان شاء الله في البلان موجوده وفي الوقت المناسب هيتكلم عنه ان شاء الله. طيب، مشروع الاستاد عندك كلام عليه؟ لا، دي حاجات حاجات كبيرة. حاجات كبيرة جدا، مش بنتكلم فيها كده. طيب، انا بشكرك واكيد يعني طريقه الكلام بتاعتك وانا عارفك من زمان وليك باع كبير جدا في التسويق، وانت مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، بتشتغل في هدوء، بتشتغل في صمت، وعامل انجازات كبيره جدا. بشكرك كابتن امير توفيق، مدير التسويق في النادي الاهلي، وان شاء الله القادم افضل للنادي الاهلي. طب سريع